طبعا كان على مدار 48 ساعة كان في مباحثات ماراثونية في الدوحة، وكان في تحركات مكثفة. الجانب الأمريكي بدعم من مصر ومن قطر قدم ورقة مجمعة فيما يتعلق بموضوع الصفقة التي تتضمن بالتأكيد وقف إطلاق النار وأيضا تبادل الأسرى والرهائن. يعني هذه الورقة الآن هي الورقة المرجعية الهامة. هناك تواصل مع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، النوايا، وإذا كان هناك إرادة سياسية، وأؤكد مرة أخرى على إذا توفرت الإرادة السياسية فبالتأكيد يمكن التوصل إلى الاتفاق لوقف إطلاق النار. هناك بعض الثغرات، بعض الفجوات، ولكن يتم يعني التعامل بشأنها والتفكير في الفجوات. لابد أن يكون هناك يعني تحرك سريع جدا للتوصل لوقف إطلاق النار، لأن العنصر الوقت عنصر ضاغط، ولا يتعين استمرار هذه الحرب الدموية في قطاع غزة. كما ذكر العزيز ستيفان، فإن بالتأكيد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة سيسهم بشكل كبير جدا في خفض التصعيد في المنطقة، لأن أصل المشكلة، أصل الداء، هو الملف، القضية الفلسطينية والحرب على قطاع غزة. إذا نجحنا في وقف هذه الحرب الظالمة على قطاع غزة فبالتأكيد هذا سيكون له تداعيات إيجابية حول فيما يتعلق بخفض التصعيد في مختلف الجبهات في المنطقة، ولن يكون هناك مبرر لأي تصعيد، فبالتالي الجهود مستمرة.